أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، أهلا بكم في قناة البروفيسور. معكم مسيو فيكتور فاروق، كبير معلم اللغة الفرنسية شمال القاهرة، معد ومقدم برنامج اللغة الفرنسية للثانوية العامة بالتلفزيون المصري. دلوقتي هناخد آخر جزء في المراجعة، وده جزء تطبيقي على أسئلة الجرامير. حاجات المنتظرة كأسئلة خاصة بامتحان الترم الأول. طبعا بنفكركم بالاشتراك في القناة، تفعيل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي هتساعدك على انك تراجع بشكل مبسط وسهل. السؤال بيجي لك كده هو شوازي لا بون ريبونس، اختار الإجابة الصحيحة. طبعا عارفين الامتحان كله بوشوا اختياري، وعادة بيجي لك أربع اختيارات على كل سؤال. طبعا احنا بنقلل نوعا من عدد الاختيارات عشان ناخد مساحه كبيره في عرض العديد والعديد من الاسئله. طيب سامي اي ادروات نقط مجدي دو ولا دو ولا دو ولا دو لا. طبعا مجدي ده المفروض ان هو مفرد مذكر، كان المفروض ياخد دو، لكن ده مفرد مذكر معرف لانه اسم علم، يبقى في الحاله دي هقول دو مجدي. طيب ما ميزون ايت ا كوتي نقط جار، جار اللي هي محطة القطار، فهو بجانب محطة القطار. محطة القطار مفرد مؤنث، دو لا ودو ال ابوستروف ولا دو، طبعا دو بتتحط قدام المفرد المذكر، ودي اللي يبدا قدام اسم يبدا بحرف متحرك دو ال ابوستروف، يبقى هي دو لا للمفرد المؤنث. لي بيتون مارش سور نقط تروتوار، ايوه دول المشاة بيمشوا على ايه؟ على الرصيف، يبقى هنا لو تروتوار الرصيف لان المفرد مذكر. احمد اي ديفون بوان ايكول، امام المدرسة، امام هي ديفون ودي تبدا بحرف متحرك، يبقى ديفون ال ابوستروف، يبقى ديفون ليكول، استخدمنا ال ابوستروف عشان هنا بيبدا بحرف متحرك. لو ليسي اي بري بوان سينما، هاي قريب من، احنا عارفين بري دو ولوان دو، بس احنا عندنا اشكال لكلمة دو. طبعا دو دي بتتحط قدام الاسم العالم، لكن دو لا قدام الاسم المفرد المؤنث بس غير علم، وهنا دو امام المفرد المذكر غير العالم، هنا سينما مفرد مذكر فتبقى دو. تعالى هنا بيقول جو في الكسندري بوان برينتون، برينتون ده فصل من فصول السنة، واحنا عارفين ان حرف الجر بتاعه، لو انا هستخدم هنا حرف الجر انا بقول في، اذهب الاسكندريه في الربيع. الربيع لما فصول السنة بتاخد او، ما عدا الربيع بياخد او، واشرنا اليها كتير. بوان تو فا لا جار، طيب هنا الجملة بتقول انت تذهب الى محطة القطار. لما يعرض لي مجموعة من ادوات الاستفهام عادة انا بفكر فيها ان على حسب المعنى، واشوف كل واحده منهم بتعني ايه، واشوفها بتركيبتها ماشيه مع الجمله ولا لا. فهنا كلمه كيب معنى من للعاقل، من انت تذهب الى، لا مش ماشيه، كو ماذا لغير العاقل، ماذا انت تذهب الى المحطه ما تنفعش، لكن ما اقول كما كيف انت تذهب الى محطه القطار، هي دي الاجابه الصحيحه كومون تو فا ا لا جار. ام كلثوم اي بوان ارتيست بريفيري، طبعا ام كلثوم بيكون، وكلمه ارتست فنانه وهي مفرد مؤنث، وكلمه بريفير مفضله ما وما ومي، طبعا هستخدمها، المفروض استخدم الما ما ارتست، بس دي تبدا بحرف متحرك بستخدم الما لانها تبدا بمتحرك. طيب جابيت لوان بوان مون ليسي، طبعا عارفين لوان دو بري دو زي ما بيجي هنا دو، دو بتيجي مجرده اذا جاء وراءها اداه، يعني بتيجي دو بس، لكن إذا ما كانش وراها أداة بنشوف بقى هل هي دو للمفرد المذكر والدو لا والدو ال ابوستروف والدي، احنا عارفين طبعا ده هنا في أداة اللي هي إيه؟ صفة ملكية، يبقى هياخد الدو المجردة، لا هياخد دي ولا هياخد دي، دي بتيجي قدام الاسم مباشرة المفرد المذكر، ودي بتيجي قدام الاسم المفرد المؤنث بس في حالة عدم وجود أداة، في حالة وجود أي أداة فبستخدم دو المجردة. بعد كده بيقول مسيو بوان لو ماجازان اوفر، في هنا أداة استفهام أحطها، وهنا المحل يفتح، برضه بجرب المعاني، فلما أجي أقول أو
ويعني أين؟ أين المحل اللي يفتح؟ ملهاش معنى. كي أبوستروف اللي هي أساسها كي أبوستروف أساسها اللي هي كي اللي هي ماذا؟ ما تنفعش هنا، وحتى هي دي بتيجي قدام إيه؟ فعل يبدأ بحرف متحرك، هنا مفيش، ما ينفعش. لكن ما أجي أقول كالر في أي ساعة، وهي تساوي معنى كلمة كام برضو، ممكن أقول متى. أكالور لماجازان أوف، متى أو في أي ساعة يفتح هذا المحل. تعال نشوف كده، مارتين وسوفي سون، مارتين وسوفي دول جمع مؤنث، أقول أونجلي ولا أونجلاز ولا أونجلاز؟ دي مفرد، دي مفرد وجمع مذكر، يعني مفرد مذكر وجمع مذكر. دي مفرد مؤنث، أما دي جمع مؤنث فقط، تبقى إيه؟ أونجلاز، فعلا هي الإجابة. طيب علي بوان سوسيابل، سوسيابل يعني ايه؟ اجتماعي. لو ما فيش علامة التعجب دي ممكن اقول علي ايه سوسيابل، انا بوصفه، لكن بقول له يا علي كن اجتماعيا، يبقى استخدم صيغة الامر الفيرب ات اللي هي سوا، ماشي، لان انا حاطط علامة ايه؟ علامة التعجب، فانا بند عليه هنا، بقول كن اجتماعيا، فلتكن اجتماعيا. طيب ال دي اسامي، هو بيقول لي سامي بوان او تابلو، هنا بقى ايه؟ الى السبوره، بستخدم صيغه الامر، بس انا بكلم سامي يبقى هكلمه بانت. احنا عارفين الامر بيتصرف مع التي والنو والفو، اذا كان الفعل منتهي بالاو ار بشطب الايه؟ الاس مع التي. طبعا عندنا ريجارد وريجارد وريجاردي. ريجارد الاولانيه ده امر مع التي مع حذف الاس، لان الفعل في اساسه كان منتهي بالاو ار، يبقى دي الاجابه الصحيحه. لكن دي ريجارد ده مضارع مع تو مع انت، وكلمه ريجارد دي مع الفو اذا كنت بتكلم لشخص ايه اعلى مني لابداء الاحترام او لجماعه. طبعا انا بتكلم هنا ال دي اسامي، هو بيقول لي سامي واحد صديقه، او المدرس بيكلم سامي بيقول له اذهب الى السبوره. لو ساك دو مون امي، لو ساك دو مون امي ايه بوان لا تاب، حقيبه صديقي، وبيكون ايه؟ بتكون كلمة لا تابل. يبقى هنا ممكن مش هقول فيه، بص الحروف الجر اللي هو مديهاني، سير يعني على، بور يعني لأجله، يعني فيه، لا هي تبقى سير طبعا، سير لا تابل على المائدة. طيب 15 انيفير بوان في فروار، طبعا عارفين ان هنا فيرب فير في الحالة دي دايما بنستخدمه لما اجي اقول عن حالة الطقس، بستخدم ايل مباشرة، مش محتاجة حاجة، ايل في فروار، ماشي، لكن ما ينفعش استخدم ال وما ينفعش استخدم تو بوان ا باري. طيب ما انت تسكن مع تو، طبعا تبقى نهايتها او اس، ما ينفعش دي، هتبقى مع ال والال المفرد، وهنا ابيتي مع الفو، يبقى هي دي مع التو، لان دي جمله خبريه عاديه مش جمله امريه. طيب فوز علي بوان از ايتازوني اون فاكونس، طبعا دي دولة جامعة اللي هي الولايات المتحدة، اي اكس ولا ولا او، طبعا هي هتبقى اي اكس، لان هي اللي بتنفع امام الدول الجمع، لكن الاو امام الدول المؤنثة، او امام الدول المذكر، والاثنين دول لازم يكونوا مفروض. طيب جام بوان ايكول، طيب ما وما ومي، طبعا الفاعل والمالك في نفس الوقت هو جو، يبقى معاه ما وما ومي. ابص هنا ايكول المفروض هي مفرد مؤنث كانت تاخد ما، لكن هي تبدا بمتحرك ما ينفعش، يبقى هضطر اخد ما. ما سور بوان سي دوفوار، طيب ما سور واجباتها، يبقى فان ولا في ولا فات، طبعا ما سور بتساوي ال، يبقى هتاخد ايه؟ ال المفرد، هتاخد في اللي في النص اللي هي في اف اي تي، لكن فان هنا هو دي بمعنى يفعلون، دي مع الايل والالفك اس ما تنفعش، وفات بتيجي مع الفو. طيب vous habitez point une nouvelle maison، طيب habitez يعني تسكن، وهنا في نقط و une nouvelle maison منزل جديد، سو ولا دون ولا سور، سو يعني اسفل، دون يعني في، سور يعني على، اذا حرف الجر لازم يكون دون، يبقى هنا انا بدي الايه لما يكون لي عندي سؤال بالشكل ده، سواء بالنسبه لاسئله حروف الجر او حتى اسئله ادوات الاستفهام، هنا بتعتمد على المعنى ولازم اخد بالي منه كويس. طب بوان تو ابيت، كو ولا او ولا كي، تو ابيت يعني انت تسكن، هذا السؤال ايه؟ ده اداه استفهام، كو ماذا انت تسكن، ما تمشيش، او اين انت تسكن، صح، كي من انت تسكن، ما تنفعش، يبقى هي او زي ما قلنا.
طيب ميز انفان يا اولادي، وهنا حطت علامه التعجب، لسه هبتدي بقى يعني فصلت، لازم هلقي اليهم امر. طيب بوان فو بروفيسور، مدرسينكم. طبعا هي هنا مع الفول، انا بقول يا اولادي. ايكوتون، لا ما ينفعش دي مع النو، لازم استخدم مع الفو. واضح قوي ان انا حتى صفه المكان مع الفو. ايكوت دي مع التي ما تمشيش، مع انت ما تنفعش. ايكوت اللي هي نهايتها او زد، اسمعوا او استمعوا لمدرسينكم. طب ايه لو بوان بو دومان، ماشي. هنا بتكلم على المستقبل، المستقبل القريب يبقى فيها اي فيرب عليه زائد مصدر فعل، يبقى فعل سوف يكون الجو جميل، لكن في ده مضارع وايه مع الايل، اي نعم بس مضارع، وانا بتكلم على كلمه دماء يعني غدا. لكن هنا في اهي ديا مع الجو تو بالنسبه للمضارع، وهنا ما تنفعش. يبقى va faire، وهنا الاجابه طبعا ne jouez pas point la rue، يعني ما تلعبش كذا الشارع. او ولا ان ولا دون، طبعا هي الاجابه زارا اللي هي دون لا ريو، في الشارع. ما ينفعش ان، ما ينفعش ايه، ما ينفعش او، ما ينفعش اه، الاثنين دول ما يجيش وراهم اداه، خد بالك. وديا بالتحديد بتتحط قدام المفرد المذكر، يعني ما يكونش ايه الاسم اللي جاي وراها مفرد مؤنث. هنا لا ريو كمان المفروض الان ما تجيش ايه، ما يجيش وراها اي اداه. طيب بوان تو فا او كلوب، يعني انت تذهب الى النادي. كي ولا كان ولا كو، برضو ادي المعاني. كي يعني من، من انت تذهب، لم تمشيش. كان متى تذهب الى النادي، يبقى وضحت الاجابه. لكن كو ماذا انت تذهب، ملهاش اي لازمه، يبقى هي كلمه كان. نادا في بوان دوفوار، نادا بتعمل ايه، كذا دوفوار. سان ولا سا ولا سي، طبعا ندى بتساوي ايد وقال، يبقى هتاخد سون وساوي سي. بس انا هبص هنا على المملوك، المملوك جمع مذكر، يبقى ياخد سي مباشرة، لان سون المفرد مذكر وسال المفرد المؤنث. لو ماتان، في الصباح، جو او بوان لو بوس بور الي اوكل، اليكول، بور الي اليكول. هنا جو معاها فيرب براندر، طبعا واضحة جدا، ما ينفعش ديا عشان خاطر دي مع الايل للمفرد، بريني بتتاخد مع الفو، يبقى هي بران بالاس. بوان تا شامبر افون دو سورتير، هنا ده امر، وتا شامبر واضح ان انا كنت مصرف مع التو، فالفعل اساسا كان منتهي في المصدر بالاو ارج، انا بشطب الاس مع التو. واضح جدا ان رانج، رانجي مع الفو، رانج ديا مع التو بس في حاله المضارع، يبقى هي ديا الامر اللي احنا بنقصده. رانج، رتب غرفتك قبل الخروج. سارة دي آ سون بيتي فرير، سارة بتقول لي إيه لأخوها. أن، وهيتحط هنا فعل في الأمر ما بين أدوات النفي، ده أمر منفي وبتوجه له الكلام، بتقول له أنت. برضه هختار الفعل غير منتهي بحرف الأس في حالة إن هو في المصدر كان منتهي بالإو آر. آه ده الفعل بتاعي فعل أوبليي يعني ينسى، فهنا نو با تنساك، يبقى ما تنساش إيه الحقيبه بتاعتك. نوبا، فهاخد ايه، نوبلي، هاي نوبلي با، لا تنسى حقيبتك، هناخدها مع التو هنا، هو في حاله الامر، وفهمنا ان احنا بنحذف الاس. هنا مع الفو ما تنفعش، وهنا اوبلي دي في حاله المضارع بتنتهي بالاس مع التو، واحنا بصدد جمله عن الامر. بوان برينتون إليا دي سولاي، برضه هنا هحط ايه، الجملة هنا هون، يجب ان انا اضع حرف الجر قدام كلمة برانتون، وبرانتون هنا هون ده فصل من فصول السنة اللي احنا عارفينه، فصل مميز حتى في حرف الجر. ها ما تنفعش، دي بتتحط قدام كل فصول السنة ما عدا هذا الفصل اللي هو فصل الربيع، يبقى تبقى او برانتون إليا دي سولاي. جو في بوان بروموني ان باتو، طبعا الجملة هنا اللي هو ده الفعل، ده اللي هو فعل سو بروميني، ده فعل ذو ضميرين، والفعل بتاعي جو يبقى هياخد مو مباشرة، ما ينفعش سو دي بتتاخد مع الإيل والال، والإيل والال بكاس، وما ينفعش التو لأنها بتتاخد مع التو، لكن الفعل هنا جو فهضطر آخد مو. طب ميز أنفون يا أبنائي، يبقى هلقي عليهم أمر هنا لي دوفوار. طيب بوان، وهنا لي دوفوار نقط، اخد بالي من الحركات الصغيره دي او العلامات دي عشان خاطر اعرف. طبعا اقول لهم اعملوا، يبقى صرفه مع الفو.
الاولانيه دي في مع تو ما تنفعش، افعل انت، وهنا ايه المخاطب بتاعي هو جمع. فون يفعلون، ده مع الايل والال افيك اس في المضارع وهذا خطا، انا بصدد جمله بتتكلم عن الامر. فات افعلوا، ودي فيرب فاعل من ضمن ثلاث حالات بياخدوا النهايه دي في حاله التصريف مع الفو في المضارع، وبالتالي في حاله التصريف مع الفو في حاله الامر. فات لي دوفوار، اعملوا واجباتكم. طيب روما ايه؟ روما بيكون انجليز ولا فرنسي ولا ماروكان؟ واضح قوي انا حاطط لك ايه، رومان ده ولد، هنا انجليز دي مفرد مؤنث ما تنفعش، فرنسي تنفع ان كلمه فرنسي كلغه وتنفع كجنسيه، فهنا كنا فرنسي. وماروكان اللي هي ايه؟ مغربيه، طبعا دي مفرد مؤنث ما تنفعش وانا بتكلم على كلمه فرنسي. سي و بوان و فواتور، طيب ماشي، فواتور مفرد ايه؟ مؤنث، لازم اخد بالي، ما ولا ما ولا مي، طبعا هستخدم الما مباشره انها مفرد مؤنث، مش محتاجه جدال. طيب بوان اور اتيل، كل ولا كل ولا كل، ادوات الاستفهام دي انا عارفينها واحنا عارفين وحافظين ايه السؤال ده اللي هي ما هي الساعه الان، وكلمه اور مفرد مؤنث فاستخدم كل اللي هي في النص. كال اور اتيل، ما هي الساعة الآن؟ طبعا ال دي ما بتقعدش على كلمة اور، دي بتعود على الوقت. طب ايل في بو بوان الكسندري، ها الجو جميل نقط اسكندرية، او ولا ان ولا ال، هتبقى اكسون، طبعا هي هتبقى اكسون الكسندري لأنها مدينة. طيب فو بوان ا باري اون ايتي، طيب فو يبقى هستخدم معاها الازد، واضح جدا مجرد ما بصيت. هقول ايه بقى؟ فواياج دي مع الايل والال للمفرد، فواياج لنهايته اس مع التو، طبعا هي فواياجي لنهايتها ازاد لان انا الفاعل بتاعي فو. فو فواياجي ا باري اون ايتي. تو بوان اون تو بوان ايجيبسيان، طبعا تو ايه؟ احنا حافظين فاك بقى كويس، سان وايه وايه، طبعا سان مع الايل والال افيك اس ما تنفعش، ايه مع الايل والال للمفرد، طبعا ايه اللي هي اللي انت شايفها دي بتيجي مع التو، يبقى تو ايجيبسيان. وده سؤال. Elle va au cinéma point ses amis، هي تذهب إلى المدرسة، وفي نقط هنا استخدم حرف جر مع وبعد كده ses amis، طبعا هنا حرف الجر أكيد هيبقى كلمة إيه، هقول إلى اللي هي ولا شيء عنده ولا avec مع، طبعا هي هتبقى avec ses amis مع صديقاتها، وأنا دايما بنبه على إن حروف الجر وأدوات الاستفهام لازم أعمل احتمالات بتاعة المعنى بناء على الاختيار اللي بين الأقواس. طيب لو موزي ايت ا كوتي بوان بوست، المتحف بيكون بجانب، يبقى ا كوتي، وفي هنا دو، بس هنشوف دو ايه بقى، يعني ا كوتي دو، والدو بتبقى متغيره، نشوف هو عارض لي دو لا ولا دو لا بوستروف ولا دو بوست، هي لا بوست اللي مفرد مؤنث يبقى دو لا بوست، انا ما تنفعش دو لا بوستروف لان الاسم هنا لا يبدا بحرف متحرك، دي بتتحط قدام الاسم اللي يبدا بمتحرك وبيكون مفرد، دو بتتحط قدام الاسم اللي ايه المفرد المذكر مباشرة، فطبعا هنا هو لابوست دي مفرد مؤنث ما تنفعش. طيب مادموازيل يا انسة بوان ا هوت فوا، البوان دي مكان النقط دي، انا هدي جملة في او هدي فعل في حالة الامر، هنا بنقول مادموازيل يعني يا انسة، ده هنا هيكون في تحدث باسلوب رسمي او في صيغة احترام، طبعا ما ينفعش اقول لها بارلي باستخدام التو ولا بارلي نعوان لان دي متصرفه مع التو في المضارع، يبقى بارلي اكني بصرف مع الفو، يبقى بارلي اهو فوا، تحدثي بصوره ايه او بصوت عالي لو سمحتي. طيب سي لو فيس دو مدام هدى، انا بسال سي لو فيس دو مدام هدى، هو ابن مدام هدى، وي مدام هدى وي سي بوان فيس، فيس دي بمعنى الابن، سون ولا سا ولا سي، طبعا ده مفرد مذكر ياخد ايه؟ السون. Le ciel est plein. السماء مليانة إيه؟ ما أقولش plein، دو نواج، مملوءة بي، غيوم. طيب، mon grand-père، mon grand-père اللي هو جدي، يا جدي طبعًا هكلمه بصيغة الاحترام، وهنا مكان البوان دي اللي ميديكامون ألوغ، الأدوية في الميعاد، أقول له خد حضرتك أو خد حضرتك، طبعا كلمة بوان هنا دي متصرفة مع
التو في المضارع، لا احنا بنصدر الكلام عن جملة في حالة الأمر، وهنا وبرضو مع التو في حالة الأمر، بس هنا ما ينفعش لأن هنا مون جران بير ده جدي، مش هقول له أنت، أو مش هصرف الفعل مع التو عند إلقاء الأمر عليه، هصرف الفعل مع البو أقول له بروني اللي هي دي، سواء في المضارع أو في الأمر، طبعا هي هنا في الأمر بروني، أما الإيل بران دي مع الإيل والإل في المضارع فقط، يبقى هي بروني. بوان تو فا أو كلوب، أنت تذهب إلى النادي. أداة الاستفهام برضو بعمل عملية الاحتمالات بتاعة المعنى، فهنا أو أين أنت تذهب للنادي ما تنفعش، بوركوا لماذا أنت تذهب إلى النادي، يبقى هي دي الاحتمال الصحيح. وكلمة كي طبعا عارفينها اللي هي بمعنى من للعاقل، من أنت تذهب ما تمشيش، يبقى الاحتمالية الصحيحة اللي هي كلمة بوركوا، يبقى إذا هذه الإجابة يجب أن تعد. يبقى احنا بناخد بالنا دايما الاحتمالات بتاعة الأسئلة عندي، لما جاوبت بأو هنا الإجابة هي هتعتبر خاطئة، فأصبح الإجابة بكلمة بوركوا وهي الإجابة الصحيحة. يبقى يجب ان انا ادي الاحتمالات المختلفة في حالة الاستخدام بتاع ادوات الاستفهام، لان مش هينفعك غير انك انت ايه تفكر في المعنى. طيب نكمل كده، هو مون كوبان اي ده صديقي، يكون ايجيبسيان ولا ايجيبسيان ولا ايجيبسيان، طبعا انا بتكلم عن مفرد مذكر هي هتبقى ديا، لكن ايجيبسيان مفرد مؤنث وايجيبسيان جمع مذكر، يبقى انا بتكلم عن ديا اللي هي ايجيبسيان. Je fais point judo. ها انا بمارس اللي هو ايه الجودو، جودو مفرد مذكر، وهنا فعل لما تتحط بنستخدمها لفعل الممارسه، وبمارس رياضه معينه فبستخدم معاها دو ومشتقاتها، فانا عندي دو ودو ودو لا، طبعا ده مفرد مذكر يبقى هستخدم دو. Point et votre dernière chanson. اللي هي dernière chanson. Votre dernière chanson اللي هي اغنيتك الاخيره، وهنا كلمه شانسون مؤنث، فهنا انا بسال عليها، يبقى هضطر ان انا استخدم كلمه كلي المفرد المؤنث، كلي فوتر دانيير شانسون. طيب نو نافون با بوان بروبليم، احنا ليس لدينا ايه مشكله او اي من المشاكل. المفروض ان اول ان كلمه بروبليم تبقى جمع، المفروض احط قدامها دي، ولكن انا ده شكل النفي او صيغه النفي، يبقى بستخدم مكانها ايه دو، ما بحطش دي ابدا. طيب تيزامي بوان على فيت ديغيزي، هنا اصدقائك وهنا بوان على فيت ديغيزي الى الحفله التنكريه، يبقى هنا تيزامي اصدقائك دي بتساوي الى باك اس، يبقى هشوف فيرب عليه مع الى باك اس، الان لا دي مع النو، وعليه يذهبون او تذهبون دي مع الفو، لا هي فون يذهبون اللي هي الإجابة الصحيحة. مرسي ميزلاف، شكرا أبنائي الطلبة، بتمنى لكم النجاح الباهر. وكده أنا خلصت معاكم كل المراجعات والتطبيقات الخاصة بامتحان الترم الأول، مع كل أمنياتي avec tous mes voeux و بون شانس و بون كوراج، وشدوا حيلكم وربنا هيوفقكم إن شاء الله في الامتحان بإذن الله. ركز فكر ثم اجب كويس في الامتحان، دي نصيحتي ليكم ان شاء الله. ميرسي، اوفوار، اي على بروشين.